يعني ايه الستات ما تنزلش الميدان؟ حقهم، بلدهم. ده اصلا يعني الاعتداءات والتحرش الجنسي جزء من ان هم ليه نازلين الميدان. اللي حصل امبارح اول حاجه قابلناها قدام هارديز شفنا لحمه كبيره قوي، ولما دخلنا في وسط الناس شفنا ان هم ملمومين حوالي 15 ولد ملمومين على بنت، ولما واحنا كان عددنا قليل قوي دخلنا عشان نشيل البنت منهم، فجاه كلهم طلعوا اسلحه مطاوي وسنج اصغر حاجه كده مثلا، واللي فيهم معهوش حاجه قلع الحزام عشان يضربنا بيه. أو في معظم الأحيان بيبقوا سلسلة كبيرة مجموعة ماشية ورا بعض، إيديهم مشبكين في ظهر بعض زي القطر، تمام؟ بيجروا وسط متظاهرين بينقوا مش أشخاص معينين، منهم أجانب ومنهم مصريين، بيبدأوا يلتفوا حواليهم وتبدأ بعد كده حركة تحرش وتحرش. هجموا عليهم البنات، تم الاعتداء عليهم، قطعوا لبسهم واعتدوا عليهم جنسيا. حاسه بقرف، مش حاسه يعني انا عن نفسي حاسه بذنب غير يعني كبير جدا، لان احنا مش عارفين نوصل لحد. يعني انا في سكتي علشان احاول اعمل اساعد بطريقه. الفتره اللي فاتت بالذات الاسبوع اللي فات كمان احنا شفنا ان في حوادث تحرش جماعي بتحصل بطريقه ممنهجه وبتحصل بطريقه منظمه جدا، بتخلينا نشك ان الموضوع فعلا في وراه حد، وفي جزء منهم طبعا ان هم يخوفوا الستات ان هي تنزل الميدان طبعا. يعني تبجح غريب اللي كان الواحد بيستغرب منه، الاحداث دي كانت بتحدث برضه في وسط الميدان. لو قلنا ان في حالات اعتداءات وتحرش جنسي بتحصل في الميدان، احنا كده مش بنسوق صوره الميدان ولا سمعته. ده معناه ان في مشكله حقيقيه في المجتمع، في المجتمع ككل، في مصر كلها. الفئه اللي من هدفها تشويه سمعه الميدان واظهار اللي في الميدان ان هم كلهم بلطجيه وان كلهم ناس زباله، ومنهم اللي بيتحرش بالبنات، ومنهم هو بالفعل اللي بيدفع وبيأجر الناس ديت ان هي تعمل احداث دي. احنا بتوصل لنا تقارير كتير عن الاحداث اللي بتحصل، حوادث التحرش اللي بتحصل، وشايفين ان في حاجات قريبه قوي من الطريقه اللي بتتعمل في كل موقف فيهم. حاسين فعلا الموضوع منظم، وده مش هيمنعنا من ان احنا ننزل الميدان، عشان احنا لازم نعرف نوصل للي ورا الموضوع ده. والستات لازم تنزل، تفضل تكمل تنزل، ما هو ده الحل. هو الحل ان احنا نفضل نكمل ننزل، يا ريت الميدان كله نملاه ستات، ساعتها بقى نشوف ازاي كام 40 واحد هيتجمع حوالينا. المجموعات المكونه للتصدي لاي محاوله من محاولات التحرش هتبقى مكونه من صبيان وبنات، هدفها الاساسي هو الدفاع عن اي ضحيه بتتعرض لاي محاوله من محاولات التحرش. اهم حاجه بالنسبه لاي حاله من حالات التحرش انك توصل للبنت، وعشان توصل للبنت اهم حاجه لازم تحاول توصل لها بطريق هادي وبدون استخدام اي نوع من انواع العنف لحد ما توصل للبنت. حاول تكون هادي، حاول ما تعليش صوتك، حاول انك على قد ما تقدر تهديها وتأمنها، عشان في الوقت ده هي بتبقى مفزوعة وخايفة من اي حد حواليها. تاني حاجة نحاول على قد ما نقدر نعمل كردون حوالين البنت، هم هيبقوا مشبكين ايديهم في بعض والبنت هتبقى في ظهرهم عشان محدش يعرف يوصل لها. نحاول ما نلمسهاش تماما، نحاول نخليها تحس ان هي عندها مساحة متوفرة وهي امنة. الميدان ده ميداننا كلنا، ياريت نحاول نحافظ كلنا على نقاء الميدان ده. واجب على كل راجل وكل ست وكل شخص هيدخل الميدان انه يحافظ على الميدان ده امن للجميع.